direi com chocolate. Thank you.
Cargo seats for arrival. كما اهلا بكم في مطار بيروت. من اجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وبقاء احزمه المقاعد مربوطه باحكام الى ان توقف الطائره توقفا كليا ويتم اطفاء اشرافه احزمه المقاعد. يرجى اخذ الحذاء والحذر عند فتح خزائن العليا والتاكد من ان اخذ جميع اغراضكم الشخصيه معكم قبل مغادرتكم الطائره. نود تذكيركم بان التدخين ممنوع عمل عن كليا في مبنى المطار، لذا يرجى عدم التدخين الا في المناطق المخصصه للتدخين داخل مبنى المطار. يمكن الآن تشغيل هواتفكم المتحركة إذا كانت في متناول أيديكم. يتمكن الضيوف درجة أعمل من إنهاء إجراءات تدقيق جواز السفر عبر منصة إيجاد السريع لهجرة وجوازات عن طريق إبراز بطاقة إجراء السريع الخاصة بهم. يسر اتحاد طيران دعوة الضيوف المرتبين معنا على درجة رجال الأعمال تجربة ضيفنا ومجموعة رفيعة المستوى من الخدمات والمرافق بما في ذلك خدمة استحمام والحلاقة في قادمين في المطار الواقع بعد مرافق جمارك.
على الضيوف الذين قاموا بحجز خدمة طيارة مع السائق وخدمة حافلات الاتحاد الفاخرة اتباع لوحة إرشادية بعد مرافق جمارك. نرحب بضيوفنا على متن درجة رجال الأعمال متابعين سفرهم على رحلة أخرى في 30 البارحة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا ويسرنا أن نقوم بخدمتكم اليوم ويسعدنا ترحيبكم مجددا على متن اتحاد طيران. بالنيابة على الكابتن طائرة لي ومساعده لي جيرال وأفراد الطاقم، أشكر لكم اختياركم السفر مع اتحاد طيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنطلق رحلتها من عاصمة أبو ظبي إلى العالم. لحجز رحلتكم معنا ولمعرفة المزيد من المعلومات عن اتحاد طيران زوروا موقع اتحاد.com. شكرا لكم وعمت المساء. Ladies and gentlemen, welcome to Beirut. The local time here is 12:30. For your safety, please remain seated and continue to keep the seatbelt securely fastened until the aircraft has stopped completely and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead stowages and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Kindly remember that smoking is not permitted until you are in a designated smoking area of the airport. You may switch on your mobile phone now if it's in the reach of the seat area. Hello. It has been our pleasure to take care of you today. On behalf of Captain Lee and the rest of our team, thank you for choosing to fly with Etihad Airways, the national airline of the United Arab Emirates, serving the oil from our capital city, Abu Dhabi. To book your next trip or find out more about Etihad, visit etihad.com. Thank you and have a good afternoon.